نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح، ما هو الضابط الشرعي في الجمع في حال نزول المطر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث البلاد والعباد. الضابط في هذا أن يكون المطر يبل الثياب، إذا تعرض له تتربص ثيابه بالماء وتتبلل بالماء ويتأذى بذلك، أو يكون بعد المطر وحل في الأرض من طين ودحض يشق عليه خوضه ذهابا إلى المسجد، ففي هاتين الحالتين يجمع بين المغرب والعشاء. نعم.